السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم مومو نيوز للأخبار الرياضية. إذا قبل البداية لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد إن شاء الله. كما ذكرنا في العنوان، تأكد رسميا غياب اللاعب إلياس شتي عن التربص القادم للمنتخب الوطني الجزائري في شهر نوفمبر القادم، وبهذا يضيع اللاعب الجزائري رسميا مباراتي زامبيا وبوتسوانا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021. وفي هذا السياق، أعلن نادي الترجي التونسي عن غياب ظهيره الأيسر لفترة تقارب الشهر بعد إصابة عضلية في اللقاء الأخير ضد النادي الصفاقسي التونسي. المنتخب الوطني الجزائري سوف يلعب مباراتين ضمن التصفيات المؤهلة لكان 2021، بحيث سوف يستقبل المنتخب الجزائري منتخب زومبيا يوم 14 نوفمبر على أرضية ملعب تشاكار، ثم بعدها سوف يتنقل إلى بوتسوانا في 17 من نفس الشهر من أجل خوض المباراة الثانية. بطبيعة الحال المباراتين مهمتان جدا، بحيث يبحث الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي إلى الفوز بهاتين المباراتين من أجل تصدر المجموعة مبكرا، وكذلك من أجل حسم التأهل بنسبة 60 إلى 70%. إذا نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري، وكذلك نتمنى أن يعود اللاعب إلياس شتي من الإصابة في أقرب وقت إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، أشكركم جزيل الشكر على المشاهدة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.